أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم تواصل دوت كوم. وفي العناوين: استمرار أزمة مياه الشرب غير الصالحة للاستخدام البشري في البصرة، حيث أصبحت حديث الشارع ومحفزة له على مواصلة التظاهرات. بعد ذلك في البصرة أيضا، ولكن في إطار رفض الأهالي ترشح عادل عبد الهادي لرئاسة الوزراء، كما أنهم نعتوه بعادل زوية بعد اشتراكه بسرقة مصرف زوية حسب قولهم. في البصرة أيضا ننتقل إلى مشهد تلوث الهواء بسبب انفجار أنبوب مخصص لنقل النفط، ما يعني تفاقم المعاناة في المحافظة. أهلا بكم من جديد. البداية مع كسر بأحد أنابيب نقل المياه المياه التي تنقل إلى قضاء أم قصر في البصرة. تعالوا نشاهد معا ما الذي أحدثه هذا الكسر في أحد الأنابيب. نتابع. يعني خط أم قصر اليوم، هذا الذي خط الناف اللي قضاء أم قصر، تلاحظ حجم الانفجار. هذا طبعا صار لسنين، حتى تلاحظ طحالب ووضع وين جاي يذب المياه شط البصرة مال مجاري. شوف الكارثة مال المواطنين في أم قصر والطول الزبير، مع الأسف شوف الترفاح حجم هذا كبرك يا سيد ثاني، هذا تكسر ثاني على غير أمبو. وهذا لكن هذا هنا حسب المعلومات انه صار له هواي، يعني اكثر من 5 سنوات. بس راح نبذل عادة كالعادة. مقطع آخر في إطار أزمة المياه، المقطع القادم فيه ناشطون يتداولون مقطعا مصورا يبين رداءة الماء الواصل إلى البصرة. هي الصورة اليومية التي تتكرر، ولربما ينظر إليها البعض أنها أصبحت عادة يومية عند أهالي البصرة، ولكنها ألم يومي ومعاناة يعيشها أهلنا هناك في البصرة. إلى مقطع آخر يبين أيضا مقدار التلوث الحاصل في المياه، نتابع وإياكم. الآن إلى موضوع آخر، ولكن أيضا في إطار المياه الملوثة. مواطنو منطقة مهيدران في البصرة يجدون الرمال والديدان في المياه الواصلة إلى بيوتهم. السلام عليكم أخوان، إحنا منطقة مهيدران كوت مضفة، وهذا الماء تشوفونه بعينكم، رمل زائد المحار زائدا دود. راح اذكركم بالدود مال قبل من كنا صغار نصيد بيه سمك. وين هي طلعي؟ هاي هي، شوفوها هاي نصيد بيها سمك قبل. جاي رجعونا الذكريات الماضي. نعم والله عليكم حكومتنا الرشيدة، وهاي الجهود المبذولة من عندكم، ألف رحمة على والديكم، ما نقول إلا ألف رحمة على والديكم، لأن إحنا انتخبناكم، شكراً لكم. أقطع. بسبب هذه المعاناة والتلوث والتسمم المتواصل في المياه الواصلة إلى البصرة، حدث أن نفقت حيوانات في المحافظة بسبب الجفاف وارتفاع نسبة ملوحة المياه. قصيد ماي مالح، حتى الحلال مالنا ما السبه الماي المالح يا يعوضنا. يعني احنا تفضل هاي هسه، هاي شش كبرها ايش قدها ماتت بسبب الماي المالح. يعني ليش تشيل حلالنا؟ راح
بين تلوث المياه والهواء تواصل معاناة أو تواصل معاناة محافظة البصرة، ليس فقط المياه الذي تلوث في المحافظة، الهواء أيضا أصابه التلوث. تعالوا نعرف كيف حدث هذا. يوم الأحد يصادف 23/9/2018 البصرة الساعة 7 صباحا. حميد الله الحكي، هاي البصرة وهذا يقول لك من الأمراض سرطان، هاي حشوة الحكومة خايسة دكتور خايسة، شباب ضامن بدون شغل بدون تعيينة، وأهل البصرة شابعين الضيم يسلموا الغازات والنيران، والله لا يوفقكم إن شاء الله. متواصلون مع هذه السحب السوداء المحملة للأسف بدخان ملوث، غيوم سوداء تغطي البصرة بعد احتراق أحد أنابيب النفط. معلومات أخرى يقدمها المقطع الآتي. السلام عليكم الأخوة المسؤولين بالبصرة، هاي غيمة دخانة سوداء تاهت علينا. إذا غيمة فهذا مطر خير، وإذا دخانة فإحنا بكل الأحوال ميتين ميتين ميتين، ابن الماي المالح، من النفايات، من المستشفيات الغاصة بالمرضى، وإذا دخان وأكيد دخان هو، فالأمراض السرطانية ما شاء الله البصرة راح تسجل نسبة 200%. الحكومة المحلية تدرون ما تدرون شنو هاي النار شنو هاي الدخان، أكيد الشيء هذا الشيء ما يعنيكم مع الأسف. يعني أنا ما أعتقد أنه أكو مسؤولين يحافظون ويدافعون عن البصرة إلا القلة القلائل جدا ومعدودين عدد الكف الواحدة. شوف الدخان غطى سماء البصرة والقبلة بالذات، لا فوق القبلة كلها فوق القبلة، عايزين ضيم القبلة. إلى مقطع مصور آخر من المقاطع التي تبين التلوث البيئي ناجمة عن احتراق أنبوب نقل نفط. السلام عليكم، هاي شنو هاي اليوم؟ جهة مطيحة الزيتون باتجاه المعارض، دخنة ظلمة. شنو هذا محترق؟ دخان زعرق عاصفك عاصفك ايش؟ دخان عاصفك دخان دخان دنيا حمراء صايرة. بعيدا عن أخبار تلوث المياه وتلوث الهواء إلى التلوث السياسي إن صح التعبير، المعتصمون في البصرة يرفعون شعارات ترفض ترشح عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء، ووصفوه بعادل زوية بعد حديثهم عن اشتراكه بسرقة مصرف الزوية في بغداد وقتل حراسه. تعالوا نتابع وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ساحة عبد الكريم قاسم، ساحة التظاهرات والاعتصامات وساحة الشباب الثائر. اليوم ايضا اكو لافتة جذبت انتباهنا من قبل المتظاهرين اللي خلينا الحبيب هنا أنا. عادل امك كاتب عادل عادل زوية اقصد عادل عبد المهدي اللي مرشح واسمه مطروح الان بالفيسبوك وبعض المواقع بينه ورئيس الوزراء. قضية المجرب لا يجرب وينها؟ اضافة الى ذلك هو مو منتمي الحزب وكان مرشح تيار الحكمة، اضافة الى ذلك هذا راح يخدم العراق ارجوكم. وما شاء الله جماعة ما مقصرين، شيعي علماني شيوعي اسلامي كل شو كلاشي، وهذا رئيس الوزراء ربما راح يكون نكبه جديده للعراق.
رايدين واحد غير هاي الوجوه اللي تطلع كل يوم بالتلفزيون، رايدين واحد غير ذول اللي جونا من 2003 غير هاي الوجوه اللي تطلع كل يوم بالتلفزيون، رايدين واحد غير ذول اللي جونا من 2003 لحد الان. ارجوكم شوف شعب البصره ماي ما عندهم وازمات وقله دواء ومعاناه ومستشفيات، لكنهم ايضا جابوا الانتباه العادل. اذا كان مرشح من التيار الصدري او مرشح من بدر يعني، بالتالي خيراجعوا نفسهم، لان الشعب العراقي واكو انتخابات جايه، الموضوع ما انتهى ابدا. دير بالكم رجعونا هذا. شنو رايكم بعادل؟ عادل المجرب لا يجرب، المجرب لا يجرب، وحسب قول المرجعيه والسيد علي السيستاني على راسهم، والمرجعيه ووكلاء المرجعيه اقروا ذلك. المجرب لا يجرب، عليه شبهات، عليه شبهات، نحن نعرف بالفساد والعلامه هذه. فاذا استلم العراق فالعراق عليه السلام، العراق عليه السلام اذا استلم هذا. في فقرة آراءكم، وقبل مشاهدة الفيديو، ناشطون تحدثوا عن قيام جهات نافذة في الحكومة الحالية بوضع اليد على عدد من أراضي وبساتين البصرة أصحابها في الخارج وليسوا في العراق. شخصيات نافذة في الحكومة الحالية والأحزاب سيطروا على الأراضي من خلال وثائق مزورة لبيعها كأراض سكنية. نشاهد المقطع المصور ومن ثم نقرأ عليكم أبرز ما كتب على فيسبوك من تعليقات. في محافظة البصرة كثرت عمليات التزوير من خلال الطابو، تزوير الأراضي الزراعية وتحويلها إلى سكنية. يعني ما تعرف أكو ميليشيات، أكو عصابات، ما تعرف يعني شنو الوضعية. بين الأحزاب وجهات نافذة في الحكومة الحالية ومن وصفهم هذا الشاب بالعصابات والميليشيات، تتوزع للأسف التركة الغائب أصحابها. نقرأ عليكم الآن أبرز التعليقات التي كتبت على صفحات شباب عراقي من الناشطين عبر موقع فيسبوك، وكيف كانت ردة فعلهم تجاه هذه القضية. في التعليق الأول نقرأ ما كتب نفس طاهر، تقول: هايزين قطع أراضي زراعية يمنى بالمركز، استولوا على أراضي سكنية أصحابها خارج العراق وتم بيعها وشرائها من شخص لشخص. إذن هي السرقة المكتملة الأركان، ولكن لأنها جهات حكومية أو مقربة من الحكومة الحالية يتم غض الطرف عنها، لكن الشعب واعٍ إلى هذه الجرائم. ونذهب إلى تعليق آخر الآن، وكتبه شمس الدين. يقول شمس الدين: العراق سائر إلى الدمار بعد عمليات الاستيلاء على أملاك الناس، وبذلك أصبح العراق أرضاً مغتصبة. يتحدث عن من يشرعون سرقة الأراضي في ظل غياب أصحابها وهي مسجلة رسميا لأصحابها، كيف يأتي آخرون من الحكومة، من الأحزاب، من الميليشيات المختلفة على اختلاف مسمياتها ويسرقونها ويبيعونها. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي أطر الريحان يكتب: أراضي مناوي لجم وأبو الخصيب كلها انسرقت بحجة التوكيل وتنباع. يتحدث هذا الشاب عن فكرة التوكيل، وما الذي يضمن أن أصحاب الأرض وكلوا فلاناً أو وكلوا الجهة الفلانية ببيع أرضهم، إنما الأغلبية العظمى من خلال فيسبوك يقولون إنها سرقة تشرعن من خلال الحكومة. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي نادية تكتب: فعلاً حصلت مع عائلة من قبل شريكهم مستولى على أراضيهم ومعاملهم مع التهديد، ولا يستطيعون العودة للمطالبة بحقهم. هذه السيدة نادية تؤكد أن هذه الحالات تحصل، وطرحت مثالا واقعيا حدث وكيف أن صاحب الأرض لم يستطع العودة حتى يسترد حقه. نذهب الآن إلى التعليق الأخير في هذا الموضوع، وكتبته الحاجة أم رغيد. تقول الحاجة أم رغيد: الأحزاب سيطرت حتى على مباني الدولة وجعلتها مقرات لها، والآن رجعوا على أراضي الناس وممتلكاتهم. تتحدث هذه السيدة كيف أن الأحزاب تسيطر على المؤسسات الرسمية في العراق، ولم تكتفي بذلك فلجأت إلى سرقة أراضي المواطنين الذين يعيشون خارج العراق، كما يقول الشباب العراقي في فيسبوك. الآن إلى تويتر.
يكفي استهتار بالشعب، هذا هو البريد أو عفوا الهاشتاج أو الوسم الإلكتروني الذي نشط خلال الساعات القليلة الماضية. دعونا نقرأ وإياكم مشاهدينا الكرام أبرز التغريدات التي ذيلت واختتمت بهذا الهاشتاج يكفي استهتار بالشعب. في التغريدة الأولى نقرأ وإياكم ما كتبه حسين. يقول حسين: في بلادي يكتب كبار اللصوص قوانين وتشريعات تحميهم وتشرع فسادهم مجلس الوزراء، وترحل إلى فاسدين ليصوتوا عليها مجلس النواب، ثم يصادق عليها فاسد أكبر رئيس الجمهورية. طبعا كل هذه الصفات بين قوسين وضعها حسين، ويضيف: وبعد ذلك يصرحون جميعهم نحن نطبق القانون، طبعا قوانين أنتم من كتبها لمصالحكم الخاصة. يكفي استهتار بالشعب. يتحدث هذا الشاب عن السلطات في العراق وكيف أنها تتقاسم السلطة لصالحها وليس لصالح العراقيين. إلى تغريدة ثانية. في التغريدة التالية نقرأ ما كتبه عدي المالكي. يقول عدي: الثائر الحق هو من يثور لهدم الفساد ثم يهدأ لبناء الأمجاد. يكفي استهتار بالشعب. يتحدث عن لزوم الإصلاح والتغيير وكيف أنه يحدث، يبدأ بالثورة على الفاسدين ومن ثم بأن يكون هناك مرحلة انتقالية يهدأ خلالها الواقع من أجل البناء، فمتى سيكون هذا في العراق؟ إلى تغريدة الثالثة نذهب وإياكم وكتبها حسان. يقول: ألم يحن للعراق أن يلفظ هذه الطغمة الحاكمة الظالمة لشعبها والسارقة للقمة عيشه؟ يكفي استهتار بالشعب، العراق يستاهل أفضل من ذلك. مشاهدينا نذهب الآن وإياكم إلى التغريدة الأخيرة التي ذيلت بهاشتاج يكفي استهتار بالشعب. في التغريدة الأخيرة نقرأ ما كتبه أحمد عبادي. يقول أحمد: كل شخص أو حزب أو كتلة موجودة في العملية السياسية في العراق ويدعي القدرة على إصلاح الواقع السياسي والخدمي والقضاء على الفساد والفاسدين، قولوا له يا أحمق. يكفي استهتار بالشعب. مشاهدينا كانت هذه أبرز التغريدات التي ذيلت بالهاشتاج الذي ظهر أمامكم يكفي استهتار بالشعب. بعد الفاصل نذهب وإياكم إلى ما اخترناه لكم من مقاطع مصورة، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام بعودة جديدة، تذكرون شخصية الإخماهو في المسلسل المعروف يوسف الصديق؟ مواطن عراقي وبطريقة الدراما يقول إن الحكومة الحالية عناصرها وأشخاصها ما هم إلا كهنة المعبد. تعالوا نتابع. العراق يتقدم على البرازيل 3-0. العراق يتقدم باليتامى، العراق يتقدم بالأرامل، العراق يتقدم بالشهداء، العراق يتقدم بأكبر مقبرة في العالم، مقبرة النجف وطقة بكربلة. نحتسبكم عند الله يا كهنة المعبد. أولادنا تحت التراب وأولادكم في لندن مع العاهرات في سيارات الذهب. ألا نعلت الله عليكم يا كهنة المعبد. يا مسعدي وبيتك على الشط وكبار بيتك تلعب الجليدية. انظروا إلى التقدم الذي وصل له العراق. انظروا يا كهنة المعبد، يا كبيرة كهنة معبد الخضراء. أبو يسر الله يساعدك، الدنيا غمة يا أبو يسر، الدنيا غمة. تعال أوقف بصف الإخماهو وشوف يا يستاهل رئاسة الوزراء. أبو يسر تعال أوقف بصف الإخماهو وشوف يا يستاهل رئاسة الوزراء. صار كم 4 أشهر تتقاتلون على هذا الكرسي تتقاتلون عليه، صار 4 أشهر ما يساوي عند الإخماهو
نقطة دم يواجه الله عز وجل بيها. نحتسبكم عند الله، وحق دم الإمام الحسين ما يساوي كل سعدي هاي الطهارة على أن يواجه الله عز وجل. ما تستعون، ما تخجلون، والله العظيم أقسم بدم الإمام الحسين هاي الطهارة أشرف من يمكم. شوفوا هاي الطهارة أشرف من يمكم. ذاك اليوم الناس لامتني قالوا شلون توصفهم بالحيوان، الحيوان بريء من أفعالهم، هاي الطهارة أوصفكم بيها. وصلتونا المرحلة قلوبنا راح تنفجر يا كهنة المعبد. ايش قدمتونا امام الله عز وجل؟ باجر الحساب يوم الحساب عند الله عز وجل. ايام معدودات ونواجهكم عند الله عز وجل. تسوون مآتم علمن، مآتم يزيد ومعاوية وابو سفيان تسوون. باجر عقبة ذبون اعمامتكم تصيحون جلوا بلوا جلوا. شنو الكلاوات هاي تلعبون علينا؟ كون مال حرامية تحكم البلد والشعب كانت للجوع. النساء تجد بالعشاير، اولاد الشهداء اليتامى ياكلون من هاي الطهاره، بس اشرف منكم هاي الطهاره، اقسم بدم الامام الحسين هاي الطهاره اشرف منكم يا كهنة المعبد. خلي تفيدكم الفلوس هاي اللي اخذتوها من الشعب العراقي، الا نعلة الله عليكم، الا نعلة الله. كانت هذه رسالة هذا العراقي من خلال قالب درامي. الآن إلى طلاب العراق الذين يعانون نقص المستلزمات الدراسية اللازمة لبدء دراستهم نتابع. كتب المناهج يعني غير متوفرة، موزعوها بالمدارس، مضطر الطلبة وأهالي الطلبة أن يقتنوها من السوق. مشاهدينا، بختام هذه المادة نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل.com. نلتقيكم لاحقا بإذن الله وأنتم تتمتعون بموفور الصحة وتمام العافية. إلى اللقاء.